سمكة الأراد هي سمكة معروفة بكونها بتتسبب في تسممات هضمية خطيرة بسم اسمه تترادوتوكسين، وده نسبة إلى العيلة بتاعت السمكة دي اللي هي عيلة التترا دونتيدي. في مصر بيسموه سمك النفيخة، وفي بعض الأماكن بيسموه الأرنب، ولكن الاسم الشائع بتاعه سمك الأراد. ورغم أن كونها خطيرة فهي سمكة غير عدائية، بتنفخ نفسها عند شعور بالخطر علشان تستعد للهجوم وتوهم عدوها بأن ليها حجم أكبر من حجمها الطبيعي. في مصر هي من الأسماك الممنوع صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق نظرا لسميتها وخطورتها على صحة المواطن والصحة العامة، وهي بتعيش في عمود المية بالقرب من قاع البحر وبتتغذى على الطحالب، وده يمكن هو سبب سميتها انها تتغذى على نوع من الطحالب في مادة بتتفاعل معها بقى بكتيريا خاصة في الجسم وبتنتج السم اللي بيبقى موجود في الجلد والأحشاء. الأراد اللي موجودة في البحر الأحمر أقل خطورة من نوع اللي موجود في اليابان، وما كانتش موجودة بأعداد الكبيرة دي في البحر الأحمر، وإنما زادت أعدادها في السنوات الماضية بشكل كبير. ما فيش تاريخ محدد لأول ظهور لها في البحر المتوسط، ولكن حسب وزارة الصيد البحري الجزائرية أول رصد لسمكة الأراد في السواحل الجزائرية كان حوالي سنة 2010. أعراض السم بتختلف من شخص لآخر حسب الكمية اللي تناولها، وبتبدأ بالرغبة في النوم العميق تسبب النعاس والذي قد يصل إلى أكثر من 6 ساعات، حدوث تنميل بالوجه واللسان والشفتين، في بعض الحالات بيكون في إسهال، قيء، دوخة، وبتصل في أحيان كثيرة إلى حد شلل في الجهاز التنفسي وحدوث الوفاة.